هاي شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنقول ايه؟ هنعمل تحدي. تحدي بيت بوكس. اصوات بالبيت بوكس. اصوات اصوات بالبيت بوكس. يلا ابدا. ابدا ماشي. نلعب. خش ايوه تيجي اخبط لسانك تحت. ايوه بقى هي بص هي الثانيه اللي هي دي تمام. ما هي دي الفتحه بقى. انت قصدك على الفتحه؟ لا هي دي. طيب انا كسبتك 1-0. طب تمام تعدين. ماشي يلا نخش في الصوت التاني يا جماعه. ده باب صح؟ ماشي فتحه. ماشي اهم حاجه الزنقه دي يا ابني. الزنقه نخش على الزنقه اللي هي دي. الزنقه لا خلاص. طيب خلاص يا جماعه. 2-0 طبعا. خش. ماشي اتفضل. ايه ده؟ انا بعملك اصوات سهله ليه؟ يلا ماشي. انت بتعجز. ماليش دعوه. عصفوره. حاسس انت بتشرب؟ عارف اللي هو الشلمون؟ بتشرب حاجه؟ هي زيها كده. خش صغيره. خش والناس كده هتعرف كام كام. اتفضل. ماشي اخد كده. ايوه لا برضه لا. خلاص ما تقولش كم كام. الناس تكتب لنا في التعليقات. الناس تكتب. خش. يلا ماشي. خش انت. انا اللي عليا الدور. لو ده صوت الناس هتكتبه في التعليقات ده صوت ايه وانت حاول تجيب. طيب ايه رايكم؟ بص هنعمل نفس السيكات في الصوتين دول. ماشي. هو نفس الصوت. هو صح. الناس تقول هاي الناس كده هتقول لك. الناس بتقول لي كام كام يعني. ايه بقول لك ايه؟ انتوا الاثنين اغنيه. يلا ماشي. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك عشان ننزل لكم الجديد. اعملوا حاجه جديد خلاص لايكات وشيرات.